دنيا من ولاية تلمسان تعيش قصة معاناة مع المرض منذ الصغر، وهي تناشد المحسنين من أجل مساعدتها في العلاج، لعل هذا يكون سببا في شفائها ويكون أيضا سببا في إنهاء معاناة طويلة مع المرض. المزيد من التفاصيل في مراسلة لاتيق إيمان. قصة معاناة لفتاة تحلم أن تعيش حياة طبيعية. تلي دنيا عاجزة اليوم عن المشي بسبب صعوبة المرض الذي تعاني منه منذ صغرها. السلام عليكم، انا تلي دنيا ولايه تلمسان غزوات. انا عندي كامبي مريضه ولا حبيت تساعدوني ان شاء الله الخليج، خاطر الدكتور بوشنا قال لي باش نمشي فرنسا سبيسيال تاع اعصاب تلمسان، قال لي باش نمشي فرنسا تبرا، وما عندناش با مريض ويما مريضه فيهم السكر، ويما مريضه مسكينه فيها لاطونسيون فيها السكر فيها القلب، وبعض كيف كيف ومساكن ما عندناش، باش تساعديني في سبيل الله تعبيني الخارج. هذا ما كان، هذا ما يطلب منكم، تعبيني في الخارج راح نتمشى ان شاء الله. قال لي طبيب خصكي السبور، وهنا ما كان سبور في بلادنا، هذا ما كان لا حبيت تعبيني في سبيل. السلام عليكم، صباح الخير، انا دكتورة من نور سرور، طبيب اعصاب واستاذة مساعدة استشفائية في طب الاعصاب بولاية تلمسان في المستشفى الجامعي بتلمسان. اليوم حنهضركم بطريقة مختصرة على حالة الفتاة تلي دنيا، دونك البالغة من عمر 28 سنة. هذه الفتاة تعرضت لأزمة دونك في عمر 7 أشهر. Elle avait ce qu'on appelle une encéphalomyélite، معناتها التهاب في الرأس والنخاع الشوكي. هذا الالتهاب قد يكون عنده أسباب عديدة، قد تكون مناعية، قد تكون في أغلب الأحيان في هذا العمر ديزانفيكسيون اللي هما امراض معديه في هذاك العمر، مع لي بيبي صغار ما يقدروش يعبروا، ما يقدروش يهضروا باللي عندي راسي وجعني يدي فشلوا هذيك. دونك ثم كانت الحاله جد خطيره وجد منتشره في جسمها في هذيك الاونه، مما ادى الى مشاكل بار لا سويت. دونك لي بروبليم يصاولها، لي بروبليم في الحركه، لي بروبليم في الهضره. هذوك لي بروبليم داروا لها الشلل في يديها وفي رجليها، سورتو في رجليها، في رجليها في زوج. دونك هاد لا مالاد عندها بروبليم في الهضره، وعندها سورتو اون باراباريزي سباستي، معناتها بلي عندها تشنجات في رجليها مع اعوجاجات. هادو الاعوجاجات نورمال كي عود العضله من ضمور عضلي، دونك سي نورمال بلي لي زارتيكولاسيون راح يديفورمي. دونك في الحالات هادو دونك لازمنا تاهيل وظيفي يكون مكثف مع دي سيونس افيك دي زوسبيتاليزاسيون، باه نقدروا شويه نحسنوا من حاله هذاك لي ديفورماسيون والتشنجات. دي فوا نديروا دي انجيكسيون، وفي نفس الحاله الثاني لازم نشوفوا ثاني دي زافي دو اورتوبيدي. دي فوا كاينين دي مرض يحتاجوا عمليات جراحيه باه يعدلوا الاعوجاجات اللي عندها. دونك هادو المشكل اللي عندها ماهوش متطور، سي دي سيكال نشوفوهم في لي انفيكسيون ولا لي مالادي دو سيستيم نيرفو كي سون غراف. دونك لازم نديرو بريز اون شارج ادابتي. السلام عليكم، حنا هاد البنيته هادي راه عندي انا عيايه ومريضه وما تمشاش، وماذا بيا لو كانت تولي تمشى حتى هنا في الجزائر ماذا بيا. بصح زعما لو كان نصيب تبعتيها للخارج احسن، على ما كان الطبيب ديالها كان شانصي تمشي للخارج احسن. زعما بصح الا كاين هنا وعاونيني المحسنين وكل شيء وتبراني هنا ماذا بيا، يعني ما كرهتش فيما ما كرهتش، وطلبوا منكم زعما تعاونونا. الله غالب، انا يا راني مريض، فيا السكر، فيا القلب، المرا كيف كيف، البنت الله غالب، شوفوا فيها انا ماذا بيا، واش راه مريحه ومنظومه ندير حتى واحد وما نعكر حتى واحد، وطلبوا منكم زعما تعاونونا، هذا ما نطلبوا ان شاء الله، ورحم والديكم وكثر خير فيكم. عندها 6 شهور تربط لها فيها السخانه، ومن هذيك السخانه الساعه حنا ذاك الوقت الله غالب محمد مسكين الله غالب هذاك ما عطانا الله. كنا زعما نداويوها حكم ديناها الوهر، بصح ما زدناش تبعنا، ما عندناش دران باش نزيدو نتبعو، حبسنا من هذيك الساعة. هو اللي تسوفري
كودت اليوم غدا اليوم غدا تحطنا قامت شد شويه بوجي تحط قامت بوجي والو. دنيا تناشد اليوم كل شخص يحمل في قلبه ذره خير ان يساعدها ويقف بجانبها لتتمكن من العلاج لعيش ايام سعيده.